تعزيز المرونية لتحقيق التغيير، ثلاث قصص للإلهام والتشجيع. مرحبا، غاندي بيقول كل التغيير اللي بتتمنى تحققه بالعالم. بهالفيديو رح نشارككم بوسيلة لرفع مستوى المرونة الشخصية لتحقيق التغيير المنشود، ورح نتعرف على ثلاث نساء حققوا مسيرة التغيير. ولكن قبل ما نبلش منذكر بالأسئلة الثلاثة اللي حتظهر على الشاشة، ومندعي كل امرأة عم بتشارك معنا وما أجابت على هالأسئلة إنه توقف للحظات وتجاوب. بالفقرة السابقة تأكدنا إنه لإحداث أي تغيير نحن بحاجة لأمرين: الطاقة اللي سبق وحكينا عنها، والأمل الفاعل أي الوعي لرغبتنا العميقة بتحقيق أمر معين مع الالتزام بالعمل لتحقيقه بالواقع. ولكن بمسيرة التغيير وتحقيق الذات هناك أمور بتدفعنا للأمام لتخطي الصعوبات أو أمور بتبطئ مسيرتنا. وللإضاءة أكثر على هالفكرة رح نستعين بكريس جونستون اللي سبق وتكلمنا عنه، واللي بيشبه مسيرة التغيير بصورة شخص عم بيعبر نهر أو ساقية وهو جالس بزورق. إذا نظر للمي بيلاحظ وجود صخور وحصى بأحجام مختلفة، ولكنها ما بتأثر على رحلته طالما أنه مستوى المي مرتفع. ولكن بحال انخفض مستوى المي رح يكون بخطر تحطم الزورق نتيجة ارتطامه بالصخور. ما هي رمزية العناصر الموجودة بهالقصة؟ الصخور هي رمز الصعوبات والأزمات والخيبات اللي بنواجهها بالحياة، والمي هي رمز لمرونتنا، قدرتنا على تحمل المصاعب والتحديات. إذن عند شح منسوب المياه أي القدرة والمرونة على تحمل المصاعب والتحديات بيصير خطر الارتطام بالصخور أي الأزمات أكبر. وإنت عند مواجهة مشكلة أو تحدي شو هي الأمور اللي بترفعك للأعلى وبتزيد مستوى المرونة؟ وشو هي الأمور اللي ممكن تفاقم المشاكل وبتأدي للغرق؟ اختاري مشكلة عم تواجهيها حالياً واستعيني بمثل الزورق ومستوى المياه، وقومي بتحديد الأمور بتأمن لك الحماية والأمان من خلال الأسهم العمودية المتجهة صوب الأعلى. أما الأسهم العمودية المتجهة للأسفل فبتحدد الأمور اللي بتشكل تحدي أو خطر. اتبع الخطوات المحددة بالنموذج لإكمال التمرين. الهدف هو إنه تحددي أمر أو أمرين على الأقل لمساعدتك على القيام بخطوة إلى الأمام لمواجهة التحدي اللي عم بتمر فيه. بالعودة لجونستون بيقترح علينا وسيلة تانية مفيدة وفعالة بتساهم بزيادة المرونة وبترفع من مستوى مخزون المي لنتخطى الصعوبات، وتعرف هالوسيلة بحقيبة أدوات الـ SSRI. وقبل وصف هالحقيبة لابد من تعريف المرونة. عند سماعك كلمة مرونة شو هي الكلمات اللي بتخطر عبالك؟ أغلبية الأحيان الكلمات اللي بنذكرها هي تخطي الصعوبات والقوة أو الصلابة العقلية. قد ترتبط أيضاً بكلمات مثل الحب، الامتنان، والإيمان. شو هي المرونة؟ حسب كريس جونستون المرونة هي القوة والمهارات والقدرة اللي بتساعدنا على التعامل مع والتعافي من أو الاستفادة القصوى من الأوقات الصعبة. كل مكون بهالحقيبة بشكل عامل حماية بيساعد على مواجهة التحديات. أكيد عم تسألوا عن معنى الـ SSRI. لهالسبب رح نقوم بتدريب مباشر بيشرح مكونات هالـ SSRI وبيسمح باختبار فعاليتها. للاستفادة الكاملة من القسم الثاني بدعيك توضع قدامك نموذج حقيبة أدوات الـ SSRI الموجودة بالملحق وتكتب بأجوبتك على الأسئلة باتباع المراحل التالية. الخطوة الأولى: اختاري موقف فيه تحدي أو تجربة عم بتعيشيها هلأ. اكتبي وصف سريع للمشكلة أو الموقف على الورقة. الخطوة الثانية: رح نكتشف تفسير أحرف الـ SSRI، وعن تفسير كل حرف رح نعطي مجال لكتابة تجربتك الخاصة مع كل مكون. الحرف الأول S بيختصر كلمة strategies أو الاستراتيجيات اللي منقوم فيها لمساعدة أنفسنا للاقتراب من حل المشكلة. مثلاً بموقف أو مشكلة اللي عم تختبريها شو هي الخطوات العملية اللي قمت فيها لمساعدة نفسك؟ هل قمت مثلاً باتصال أو بمبادرة فتحت لك باب؟ أم عطتك مفتاح كنت عم بتنبشي عنه؟ هل قمت بقراءة أو بحث سمح لك بإيجاد إجابات أم عناصر حلول؟ الحرف الثاني S بيعود لكلمة strength أي القوة، أي نقاط القوة الموجودة داخلنا واللي المستعين فيها عند مواجهة المشاكل أو التحديات. طبعاً نقاط القوة بتختلف من شخص لآخر. ما هي الميزة الشخصية أو نقطة القوة اللي استعنت فيها بالحالة اللي اخترتيها؟ هل كانت القدرة على الإبداع، الإيمان بنفسك وبالحياة؟
هل كانت القدرة على التواصل مع ذاتك ومع الآخرين؟ هل كانت عمق التفكير وبعد النظر؟ إذا نظرت لخبراتك المتكررة رح تتمكن من تحديد نقاط القوة يلي بتميزك. أما الحرف الثالث هو حرف الآر لكلمة ريسورس، أي مصادر الدعم الخارجية يلي بننظر لها وبتفيدنا عند الحاجة. مصادر الدعم متنوعة، قد تكون أشخاص، أصدقاء، أهل، مرشد أو مختص. أما مصادر إلهام مثل قصة أو كتاب أو فيلم، أو مصادر معلومات مسعفة مثل ويب سايت أو تطبيق افتراضي، أو جماعة افتراضية بننتمي لها مثل الأشخاص اللي عم بيتابعوا هالموك معنا. الحرف الرابع هو حرف الآي لكلمة insights، أو الحكمة والبصيرة يلي منكتسبها من خبراتنا الشخصية أو خبرات غيرنا. هالحكمة محصل عليها بمدرسة الحياة، تتلخص بعبارات أم أقوال منقولها لنفسنا وبتعطينا قوة وشجاعة بمسيرتنا. مثلاً الصعوبات ما بتدوم، أو الله يمهل ولا يهمل. الفرح بالأمور الصغيرة أو بالتضامن قوة. وهلا صار عندك حقيبة من الأدوات اللي بتقدري تلجأي لها كل مرة بتمر بتحدي أو صعوبة معينة، فيك تغني هالحقيبة بإضافة أدوات جديدة لها. مع إكمال هالخطوات بنكون أكملنا القسم التحضيري من هالموك ووضعنا أساس مسيرتنا سوا. بشكرك على اهتمامك والتزامك معنا. نحن بنعتبر مواظبتك تعبير عن أملك الفاعل بأحداث التغيير اللي بتطمحي له، إن كان على المستوى الشخصي والجماعي. لإنهاء هالقسم بدعيك القيام بالخطوات التالية: أولاً الانضمام للفيسبوك جروب الخاص بالمجموعة اللي متابعة هالموك. ثانياً الإجابة على الاختبار السريع. ثالثاً الاطلاع على القراءات والفيديوهات وتطبيق التمارين يلي بتكمل المعلومات والأدوات اللي بحثنا فيها الموجودة بالملحق الخاص بكل أسبوع. وبما أنه الموكي بيطمح أنه يكون مصدر إلهام وطاقة، منتشارك بختام هالفقرة بخبرات 3 نساء من بلدان عربية مختلفة عندهم إعاقة. رح نتعرف على مسيرتهم الشخصية للتحدي الشخصي أم الجماعي اللي استطاعوا يواجهوه ويقوموا بالتغيير، بالإضافة للصعوبات اللي تواجهتهم بمسيرة التغيير والأمور اللي ساعدتهم. معكم داليا من لبنان، هدير من الأردن، وإيمان من تونس. خلينا نسمع قصصهم ونستفيد من خبراتهم. مرحبا، معكم داليا فريفر من لبنان، إعلامية وفنانة، عمري 35 سنة. بعمر 18 خسرت نظري وكنت بآخر سنة دراسية بالمدرسة. من بعدها طبعا رغم كل التحديات والصعوبات قدرت تابع جامعة ودرست علم نفس العيادة بالجامعة اللبنانية لمدة 4 سنين، وكمان تمسكت بالمواهب الحلوة يلي الله عطاني إياهن واللي هن حبي للفن وشغفي للمجال الإعلامي. بالإعلام حققت كتير من الإنجازات، وكان أهمها دخولي موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأطول بث تلفزيوني 24 ساعة على الهواء مع 91 شخصية من كافة المجالات. هو إنجاز طبعا ترك بصمة حلوة بلبنان وبالعالم العربي، وضوع عليه ليقولوا قديه لو صبية ما بتشوف بعيونها قدرت تفوت الإعلام اللي منعرف قديه بيتطلب ورقة وقلم، تواصل مع المخرج مع المصورين، ولكن قدرت حقق حلمي بهالمجال. وبالفن غنيت القضايا الإنسانية والاجتماعية، وبالنسبة لإلي الفن والإعلام هن جناحين لقضية واحدة هي قضية الإنسان. عم طول معكم اليوم عبر هالفيديو لأقول لكل صبية ما بتشوف اتمسكي بحلمك وبطموحك، خلي إرادتك قوية، إيمانك بحالك وبالله، والأمل إنه لو شو ما كانت الصعوبات قوية رح توصلي وتتركي بصمة حلوة بمجتمعك. إن شاء الله عبر هالفيديو كون قدرت أترك بقلوبكم فسحة أمل وفرح صغيرة. سلام، كيف حالكم؟ اسمي هدي الأبصوفة، أنا من الأردن ومن الأشخاص ذوي الإعاقات الحركية. حالياً بشتغل مستشارة ومدربة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. حلمي أشوف النساء ذوات الإعاقة مستقلين سواء مادياً اقتصادياً واجتماعياً، وهذا ما بصل إلا لما تتحقق إمكانية الوصول. لهيك عملت مبادرات مختلفة تتعلق بإمكانية الوصول سواء بالتعليم أو حتى بمبادرة الأردن عيش مستقل، اللي بحاول أحكي للنساء ذوات الإعاقة كيف ممكن يكونوا مستقلين بحياتهم ويتنقلوا بكل حرية واستقلالية. الدافع الحقيقي وراء أنه أكمل بهذه المسيرة صراحة الإنجازات اللي حققتها على صعيد الشخصي وبالنسبة للأشخاص والإعاقة، وأيضاً وجود إيمان حقيقي أنه التغيير ممكن يكون بإيدينا إحنا كأشخاص ذوي إعاقة. التحديات اللي واجهتها كثير كبيرة، واللي أهمها
وصور النمطية والأحكام المسبقة اتجاه النساء ذوات الإعاقة، إنه أنت ما بتقدر تشتغلي، أنت ما بتقدر تفتحي البيت، أنت ما بتقدر تكوني جزء من هذا المجتمع. فهذه الصور النمطية هي اللي دائما بتحكم الأشخاص أو النساء ذوات الإعاقة. رسالتي واللي وجدته إنه كل ما تحبوا الحياة، الحياة رح تحبكم، وكل ما سعيتوا في الحياة، الحياة رح تفتح لكم آفاق وتقدروا تتجاوزوا كل الصعوبات اللي موجودة في المجتمع، ونقدر نغير المجتمع مع بعض كإحنا نساء ذوات الإعاقة. شكرا كثير لكم. السلام عليكم، اسمي أمين الشرمنجي، عمري 30 سنة من تونس، نخدم مهندسة في الميكاترونيك في شركة تونسية الكهرباء والغاز، عندي إعاقة سمعية عميقة، نقرا شويه لكن ما نسمع جملة واحدة. الصعوبات اللي تعرضتها يعني في طيلة الحياة هي النظرة متاع المجتمع القاسية اللي هي ديما استحقار، خاطر ديما نقولوا النساء ذوي الإعاقة السمعية خاصة معناتها ديما ما نجمش يعبر، ما نجمش يحكي حتى على الحاجيات نتاعو الكل، لذا يقولوا هو ماهوش مهم في المجتمع. لكن بفضل معناتها المقولة احنا حتى التنمر كيف كيف في المجتمع، ساعات حتى كيف تحكي كلام ولا حاجة، كلام بالغلط ولا حاجة، يعود ما يصلحوا لك يضحكوا عليك، كيف كيف حتى في المظهر معناتها هو قال لك راهو كيفاش لاباري هذاك سماعاتي فزت لك مظهر نتاعك، يضحكوا عليك ديما كل شيء. لكن انت ديما تحاول تسكر ودنك على الناس الكل، ومعناتها تكون عندك العزيمه والاراده والقوه اللي باش تنجم تحقق الاحلام نتاعك انت. لذا معناتها وقت انا تعرضت للصعوبات هذيك، وقت تعاودني معناتها بالهبايات نتاعي وبالعمل الجمعياتي وبالدفاع عن حقوق النساء ذوي الاعاقه وحتى الاشخاص ذوي الاعاقه ككل معناها. بالنسبه للحكمه اللي انا نؤمن بها هي الحكمه، معناتها مش كل شيء معناتها راهو غير معناتها مش مستحيل، بالعكس تنجم تتحققها وتنجم تقول لها بفضل العزيمه نتاعك والقوه نتاعك.